بدأ وفد من قادة حماس برئاسة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران. وقالت الحركة في بيان إن الوفد التقى كبار المسؤولين الإيرانيين في زيارة تستغرق عدة أيام، بينهم كمال خرازي رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية. ولم توضح الحركة أي تفاصيل عن الملفات التي ستطرح خلال الزيارة، وسط أنباء عن ترتيب الأوراق بين طهران وحماس في ظل خلافات سابقة بشأن سوريا وملفات إقليمية أخرى. عن هذا الموضوع نتحدث إلى الناشط الإعلامي ضياء حسن، وعبر الهاتف ينضم إلينا من غزة. أهلا بك سيد ضياء. أولا نتحدث عن المنحة القطرية، هل أتمت عملية توزيع هذه المنحة على الأسر المحتاجة اليوم، وما هي أهم يعني وأبرز نقاط زيارة الوفد القطري المستمرة منذ يوم الخميس؟ نعم، تمت عملية تسليم الأموال إلى العوائل الفقيرة، نحو 60,000 أسرة فقيرة. طبعا ستتم عملية التسليم على عدة أيام وفقا للأحرف الأبجدية. عملية التسليم تتم منذ أشهر على هذا المنوال. هذه الأموال دخلت يوم أمس السبت إلى قطاع غزة. كان هناك حديث عن أنها دخلت يوم الخميس، ولكنها دخلت فعليا يوم السبت. خالد الحمدان نائب السفير القطري محمد العمادي المتواجد في قطاع غزة منذ يوم الخميس غادر ظهر اليوم قطاع غزة لعدة ساعات، ثم عاد إلى القطاع بعد مباحثات مع مسؤولين إسرائيليين حول موضوع تنفيذ مشروع خط 161 الخاص بالكهرباء. وكان معه مسفر المهاجري أو الهاجري رئيس صندوق التنمية القطري، وهو الذي يشرف بشكل مباشر على موضوع خط كهرباء 161. واضح أن هناك تقدم كبير في الملف هذا، وخلال ربما شهر أو شهر ونصف ربما يتم الانتهاء من المرحلة الأولى والأهم في تنفيذ الخط، ويمد قطاع غزة بكهرباء كامل. وسيغني شركة الكهرباء في قطاع غزة عن المحافظة. إذن في هذا الملف يبدو أن هناك تطورا، ماذا عن ملف المشفى الميداني في ظل أنباء عن خلافات داخلية بشأن موقع هذا المشفى؟ نعم، المستشفى هناك سيقام في منطقة اسمها الجمارك بالقرب من إيرز، بالضبط بالقرب من موقع إيرز أو حاجز إيرز للعسكر الإسرائيلي القريب من المنطقة. هذا المكان يجاور موقع عسكري أيضا لكتاب القسام اسمه موقع فلسطين، تعرض لعدة ضربات إسرائيلية من قبل. الخلاف أن هذه الأراضي تبين أن معظمها تعود لمواطنين فلسطينيين رفضوا التنازل عنها وطالبوا بتعويض مالي أو بأراضي مماثلة لها. حتى اللحظة هناك بعض الخلافات الصغيرة بشأنها، لكن هناك تقدم في المباحثات ما بين إسرائيل وحماس عبر الوسطاء في موضوع إدخال المعدات في أقرب وقت، وقياسي جدا. هناك أكثر من وفد زار المنطقة وطلع وأجرى مسحا هندسيا، وهناك أيضا أكثر من وفد يعمل على إدخال المعدات الطبية فور تجهيزه يعني. طيب سيد ضياء، لو انتقلنا إلى المسألة الثانية وهي زيارة الوفد الحمساوي إلى طهران، في أي إطار تأتي هذه الزيارة؟ هناك من قال إنها تأتي لتطوير العلاقات بل لإعادتها إلى مجراها الطبيعي في ظل خلافات كانت قائمة وتحالفات لم ترق لطهران بين حماس ودول لا تعد يعني ذات المواقف أو لا تتقاسم مع حماس نفس مع طهران نفس المواقف. بالتأكيد هي زيارة لتوطيد العلاقات من جديد وإعادتها إلى مربعها الأول قبل الأزمة السورية. هنا في الفترة الأخيرة كان عدة لقاءات أجريت في بيروت بين قيادة حماس ومسؤولين إيرانيين في السفارة الإيرانية أو حتى في مقر حزب الله الرئيسي. هناك اتصالات أجريت ولقاءات ووصفات من حزب الله وحركة الجهاد الإسلامي أفضت إلى مثل هذه العلاقة وتطورها من جديد، رغم أن حركة الجهاد الإسلامي أيضا دخلت في فترة صغيرة جدا في خلافات مع إيران بسبب الملف اليمني ومطالبة إيران من الجهاد الإسلامي استصدار مواقف بهذا الشأن. العلاقات بين حماس وإيران في تطور مهم. حسب ما لدينا من معلومات مؤكدة منذ أشهر أعادت إيران دعم الجناح العسكري لحركة حماس. حماس بالتأكيد وعبر اللقاءات التي تجري في طهران وبدأتها اليوم مع كمال خرازي مسؤول العلاقات الاستراتيجية الإيراني، بالتأكيد هناك
اتصالات على موضوع إعادة الدعم بشكل كامل، خاصة أن الوفد يضم قيادات مسؤولين عن الملف المالي في حركة حماس، منهم إسماعيل رضوان الذي استقر في تركيا بعد أن غادر القطاع مؤخرا واستلم الملف المالي. هناك بالتأكيد أن الحركة على موضوع الملف المالي لإعادته، لأنها تعاني من أزمة مالية كبيرة في القطاع. بل أيضا في موضوع العلاقات العسكرية، أكيد بالتأكيد الحركة معنية بعودة عناصرها. سنتابع معك تفاصيل هذه الزيارة. أشكرك جزيل الشكر السيد.